حين مع المتسابق الرابع اللي ما شاء الله تبارك الله كان يجتهد وثابر لتطوير نفسه بحسب ما وصفه الشيخ يوسف الدوسري. طبعا هو تأهل من الحلقة السادسة في هالمرحلة بالتحديد إلى هالمرحلة بالتحديد من المرحلة السابقة هي مرحلة الأداء. هو فيصل شعيب ويقف الآن بجانب مشاري. يا مشاري حياك الله يا عبد الله، طمنا عن المتسابق الجاي. بس لا عبد الله جاي اليوم متحمس وأنيق بالدقلة ومكشخ اليوم. شو اسمها، دقلة ولا دقلة؟ لا دقلة. منور فيها اليوم، وقل لي كيف تجهيزاتك لحلقة اليوم؟ لا إن شاء الله اشتغلت على نفسي وعدلت اللي أقدر عليه، وإن شاء الله بإذن الرحمن حرفع رأس أستاذ يوسف بإذن الرحمن. بإذن الله بإذن الله، أنت مبدع ومميز والكل منتظر اليوم إبداعك. جاهز لوقوفك أمام اللجنة يا فيصل؟ إن شاء الله. بإذن الله الجمهور جاهز وينتظر إبداعك على أحر من الجمر. فيصل اللجنة في انتظارك. فيصل محمد شعيب. إن المتقين في جنات وعيون. كذلك الأرض ليش تقلق لها؟ الأرض وقف عليها بالضاد. فيصل محمد شعيب فيه ميزة، صوته ما شاء الله قوي، يستطيع أن يطور نفسه، يستطيع أن يعطي، عنده بعض الملحوظات اليسيرة يعني جلست معه، وإن شاء الله يعني لو فاز أو إن شاء الله ترشح للمرحلة القادمة سيكون إن شاء الله يعدل فيها بإذن الله عز وجل. انتهى الوقت، الشيخ يوسف أعطاك إضاءة خضرة تستاهل يا فيصل. ألف مليون مبارك انضمامك لفريق الشيخ. به تعلو مراتبنا، فيا طوبى لمن حملا، وطيبة في سنابلها تباهي الكون مكتملا. سنابل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. ما
ما شاء الله، اهلا يا فيصل، تفضل. دمعة الشيخ عبد الرحمن الشريف تعليقا على قراءة فيصل. ما شاء الله تبارك الله يا فيصل، ربنا رزقك صوت جميل يعني، وعندك إمكانيات عالية تستطيع أنه يعني تسقلها لدرجة أفضل من هذه وأقوى من هذه. أولا حقيقة راح أبدأ على الترجيع الكثير اللي عندك في الآيات، مثلا والذين لا يشهدون الزور، رجعت فيها مرة كثير، والزور معناها يعني معروف الكذبة وغيرها، فما هو موضع الرجع في كلمة الزور؟ إيش الترجيع أبداً. عشان نفهم بس الترجيع هو تكرار الصوت يعني في الموضع الواحد، زور هذا هو الترجيع يعني، فتكرار في كلمة الزور، أو قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني هنا هذه كانوا فيها يعني استنكار على أمر معين يعني، ف اللي هو القول في قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم، ما نجي هنا برضو نرجع، تكون في الآيات إيش اللي فيها يعني الجنة وأشياء غيرها يعني. طيب عندك الراءات كلها مرققة، سواء كانت المفخمة والمرققة، الراءات كلها عندك مرققة. أخيرا راح أتكلم على أمر وهو في لفظ أعين وكيفية تأثر الحرف بالحرف الآخر، فمثلا عندك في أعين، أنت فخمت الهمزة قلت أعين، فبتفخيم الهمزة تأثرت أيضا ما بعدها وهي العين. فيها قول ابن الجزري في الجزرية شو كهمزة الحم، أعوذ إيش أول بيت معلش همزة الحمد أعوذ اهدنا، نسيت البيت، لكن هو قال كهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا، هو المقصود أن الهمزة لا تفخم لأن تفخيمها سوف يؤثر على ما بعدها. وفقك الله يا فيصل. شكرا شيخ عبد الرحمن. شيخ صابر تعليقك على فيصل. الله يحفظك يا فيصل ويبارك فيك ويكتب أجرك، ربنا أعطاك صوت جميل فعلا يا فيصل، وعندك إمكانيات رائعة وعندك حنجرة فخمة، وتستطيع بفضل الله أن تعبر أكثر من ذلك. يمكن النغم فعلا طاوعك في بعض الأشياء، لكن في بعض الأشياء تصادمت مع أحكام التجويد، والجمال أن توفق ما بين أحكام التجويد فلا تضيع، والتحكم في النغم أيضا فلا ينشز ولا يضيع منك أيضا، يعني الجمال فيه هو التوفيق بين الأمرين. وش له الأولوية شيخ صابر؟ ليس لأحدهما أولوية، الأحد كل لهم، لكن لو استطعت ألا يعني تكون إلا بأحدهما التجويد يقدم. التجويد مرتبط باللفظ أكثر، باعتبار قد يزيد المد الطبيعي مثلا زي ما كان المد الطبيعي قال خالدين فيها، حتى من أول أعوذ بالله من الشيطان كذا زاد المد الطبيعي في لفظ الجلالة. الوقف يعني يمكن أنا قلت يمكن نفس، لكن في بعض الأشياء زي الزور هذه ما كان لها تحتاج، الذين يشهدون الزور ما أظن نفسه كان انقطع فيها. وذرياتنا كانت محتاجة تحقيق الضمة في الذال، والراء تكون رقيقة، وليست وذرياتنا، وذرياتنا قل ما يعبأكم، ما يعبأ قل ما يعبأ، يعني فخمت العين قليلا. كان عندك همس زائد في التاءات، لكن اللي ركز عليه فيصل أنت ربنا أعطاك إمكانيات جميلة في الصوت مع إتقان التجويد وضبط التجويد والقراءة على المشايخ بالاستمرار والاستماع للمتقنين، يصبح التجويد عندك سجية تتفرغ بعدين للأداء الصوتي والتعبير والجمال. جميل، إن الله نزيدك جمالا وزيدك توفيقا. شكرا شيخ صابر. شيخ عبد الرحمن عندك تعليق سريع؟ لا أنا فقط تذكرت البيت، أن البيت سبحان الله ذهب مني، قال ابن الجزري فرقق مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف كهمزي الحمد أعود إهدنا الله، سواء هذه الهمزات لا تفخم في القراءة. طيب شكرا، هذا الأمر أنه قديم موجود يعني من قديم الزمان. شكرا شيخ عبد الرحمن، شكرا شيخ صابر، شكرا أيضا يا فيصل، سريح مع زملائك.